مساء الفل عليكم، تحياتي ليكم من قناتي قناة نرمين الماجد. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على إعجابكم ورضاكم، وأهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ. زهقتوا من كل الأكل المقلي والحاجات اللي هي اتعودنا عليها، بقى عايزين حاجة جديدة، عايزين أكل صيام جديدة. فالنهاردة إن شاء الله أنا هعمل لكم ألذ ساندويتش صيامي تحفة بجد. هعمل لكم النهاردة ستريبس صيامي تحفة، يعني بجد مش هتبطلوا تعملوه سواء كنتوا صايمين او فاطرين. كمان هوريكم طريقة حلوة جدا لعمل الصوصات بتاعة الصيام، ملهاش حل. ازاي تعملوا بقى صوص صيامي تحفة يتحط في السندوتشات، يخلي السندوتش في حتة تاني خالص، زي ما انتوا شايفين قدامكم حاجة مفيش احلى من كده. وطبعا تعملوا بقى الساندوتش زي ماكدونالدز بالظبط بس صيامي. كل ده هتشوفوه معايا في الفيديو النهارده. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناه، اتمنى تدوسوا على كلمه الاشتراك تحت الفيديو واللون الاحمر، تفعلوا الجرس على كلمه الكل. ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. وشكرا من كل قلبي للناس اللي بتدعمني بانتسابها في قناتي، اتمنى توصلوا دعمكم وانتسابكم في القناة. وما تنسوش بقى تتابعوا حلقات المخبوزات بتاعت العيد اللي بنزلها لكم وحلقات التنظيف. اول مكون عندي هستخدمه هو السمك الفيليه، اللي قليل جدا بنلاقيه الوصفات جديدة، فالنهاردة جبت لكم لي وصفة جديدة. طب لو ما عندناش سمك فيليه نعمل ايه؟ الوصفة دي ممكن تتعمل باكتر من حاجة، مش بس السمك الفيليه، ممكن تتعمل بالأرض، ممكن تتعمل بالكوسة، ممكن تتعمل بالخضار زي مثلا بتنجان. بس هي الفكرة في التتبيل، يعني تشوفوا التتبيلة وحطوا الحاجة اللي انتوا تحبوها. انا حبيت النهاردة اعمله لكم بالسمك الفيليه. انا جبت الفيليه وقطعته شرايح، اي حاجة هتجيبوها برضو هتقطعوها شرايح زي كده. وهتجيبوا البهارات بتاعتكم، كمون مطحون، كزبره مطحونه، شطه، بابريكا، ملح وفلفل، وليمونه معصوره. الحاجات دي في طبق كده او في بوله كبيره عشان نبتدي نعمل التتبيله او الخلطه بتاعت كنتاكي الصيامي. وننزل عليهم بثلاث معالق من الخل ومعلقه كبيره من الكاتشب. وطبعا الكاتشب انا عملته لكم، وهتلاقوا الرابط بتاعه في صندوق الوصف وهتلاقوه كمان في القناه. وهنجيب اللي احنا عملناه ده، سواء كان سمك او سواء كان قرنبيط او لو كان كوسة، بطاطس، اللي احنا نحبه هننزله جوه التتبيلة دي بالشكل الحلو ده. ونبدأ ان احنا نقلبه كده ياخد اللون وياخد التست العالي بتاع التتبيلة. نطلعه على طول من التتبيلة؟ لا، نسيبه شوية ايا كان، حتى لو سمك هنسيبه لمدة ساعة. وبعد ساعة هنلاحظ بقى ان هو ابتدى يشرب التتبيلة وابتدى ان هو يطرى شوية كده، احنا ماشيين زي الفل. نجهز دلوقتي الكفر بتاعنا. وزي ما قلت لكم الوصفة دي تنفع بالبطاطس، يعني لو عندك بطاطس بتعملي منها نفس الطريقة دي، حلوة جدا جدا. كوباية من الدقيق، عليها نص كوباية من النشا، ونقلبهم كويس جدا جدا في بولة كبيرة، ونشتغل في حاجات كبيرة عشان نتأكد ان الحاجات اتغطت وكمان ما نهدرش كمية دقيق كتير. وبعد كده بقى بنجيب السمك بتاعنا، نطلعه على طول من التتبيلة، ننزله جوه الدقيق بالشكل ده. هوريكم حركة حلوة عشان ما تبهدلوش بقى ايديكم ومواعين واطباق. بصوا اي حاجة واحدة وهيطلع الحاجة زي الفل. تنزلوهم كده بالشكل ده، انا هحطهم كلهم مرة واحدة عشان ايه، مش فاضيين بقى نقعد نشتغل بالواحدة، احنا كده مش هنخلص. وبعد كده بجيب بقى طبق واقفل بيه العلبة بتاعتي، وابتدي ان انا ارجها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول ما هفتح الطبق هلاقيهم كلهم شربوا الدقيق، وبقى عندي ألذ حاجة زي ما انتوا شايفين كده، ولا اهدرت دقيق ولا بوظت المطبخ ولا بوظت ايديا ولا اي حاجه خالص. اصفيهم بقى بالمصفى عشان احيانا بيبقى فيه شويه دقيق من تحت، ودي اللي هيزيد ده برضه بنحتفظ بيه في علبه وممكن نعمل منه مره تاني، مفيش مشكله، الصيام طويل لسه يعني ممكن نعمله في كذا حاجه. في طريقتين، الطريقه الاولى ان احنا نقلي في زيت، والطريقه الثانيه ان احنا نحطهم في على شبكه، ندهنهم حاجه بسيطه جدا من الزيت وندخلهم على شوايه الفرن، بيبقى حلو جدا جدا. انا شخصيا جربت الطريقتين، الطريقتين حلوين قوي. بس هي الفكره ان اللي هو بتاع الزيت بيبقى طري شويه، لكن بتاع الفرن بيبقى مقرمش سنه، يعني على حسب ما انتوا تحبوا. وده بيكون شكله بعد ما احنا بنطلعه من الزيت. ودلوقتي هنجيب الحاجات دي اللي انا هقول لكم عليها، هجيب خيار مخلل، فلفل مخلل، هجيب بطاطس مقليه، ووريتكم قبل كده طريقه قلي البطاطس بالبيكنج باودر، تحفه بجد بجد، في وصفه الكريب، وهسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. وهجيب كابوتش
باشا، او عندي لو عندي خاص بلدي، وهجيب كمان شرائح الطماطم. وتعالوا دلوقتي نعمل صوص الكاتشب او صوص الصيامي. هعمل لكم حته صوص صيامي تحفه، يتحط في اي ساندوتش. انا جبت هنا كيلو من الطماطم، لو عندك طماطم مفرزه مفيش مشكله، بحطها جوه الفريزر، وبعد كده انزلها في ميه ساقعه موت، في ميه سخنه جدا، واقشرها. مهم جدا موضوع التقشير. بعد كده اضربها في الهاند بلندر او في الخلاط، وبعد كده ارفعها على النار، واحط عليها معلقة صغيرة من كزبرة مطحونة، كمون مطحون، فلفل، شطة، بابريكا، واحط على كل كيلو طماطم نص كوباية من السكر. وما تحسوش ان الكمية كبيرة، لان هو ده هيظبط معاكم جدا. ومعلقتين من الخل، وابتدي ان انا اقلبهم بالشكل ده واسيبهم كويس جدا. وبره كده احط ربع كوباية من المية، عليها معلقة من النشا، واقلبهم على البارد. وبعد كده اول ما يبتدي يغلي انزل عليه بالشكل ده واقلبه كويس جدا جدا لحد ما يبقى القوام زي ما انتوا شايفين. واول ما يتقل معايا القوام انزله خلاص من على النار، وكده بقى معايا صوص الكاتشب. تعالوا دلوقتي نعمل كمان الطحينة. هجيب الطحينة بتاعتي بالشكل ده، معلقتين انا عاملاها لكم قبل كده، طحينة العيش دي تحفه بجد، جربوها تعجبكم قوي قوي قوي. جبت معلقتين من الطحينه، عليهم معلقه من عصير الليمون او عصير ليمونه كامله، واقلبهم كويس جدا عشان يتقل الليمون مع الطحينه بالشكل ده. وطبعا بعد كده بقى ببتدي ان انا اقلبهم حلو قوي. اول ما احس ان هم ابتدوا يتقلوا جدا جدا، وابتدت الطحينه تبقى صعبه معايا في التقليب، ساعتها انزل بالخل بتاعي، بنزل بمعلقه واحده بس من الخل، وبرده بكمل تقليب بالشكل ده. واول ما ابتدي يفك معايا بيكون عندي ميه، يفضل المية تكون ساقعة ما تكونش سخنة، على عكس ما احنا بنعملها. المية السخنة يا جماعة في الطحينة بتخليها تسيب، لكن المية الساقعة بتخليها تتقل معاكي اكتر. ونبتدي ان احنا نقلبها بالشكل ده لحد ما يبتدي القوام بتاعها يبقى مظبوط. انا شايفة ان القوام ده بيرفكت. ساعتها هضيف بقى شوية مية صغيرين، حسيت ان هي تقيلة شوية. وبعد كده بقى هضيف توابل الطحينة. طبعا الطحينة بيتحط لها كمون مطحون، كزبرة مطحونة، شوية شطة، وبس كده، ما بتحطش اكتر من كده ليها. وده بيكون شكلها بعد ما احنا نقلبها كويس جدا جدا، ونبتدي ان احنا نعمل صوص الطحينه. طب احنا ليه عملنا الصوصات دي؟ الصوصات دي هتساعدنا في ان احنا نكون ساندويتش ماكدونالدز او ساندويتش كنتاكي الصيامي. ده بيكون قوام الطحينه بالنسبه لي، ده قوام مثالي، تقدروا ان انتوا تقلوا اكتر من كده لو تحبوا. هجيب بوله كده واحط عليها معلقه كبيره من الكاتشب بالشكل ده، وابتدي زي ما انتوا شايفين كده معلقه الكاتشب، معلقه كبيره يعني حلوه كده. وابتدي اضيف كمان معلقتين من الطحينه، وابتدي ان انا اقلبهم كويس جدا جدا بالشكل ده. وابتدي بعدها ان انا اضيف بقى المكونات اللي هضيفها للصوص بتاعي. لو عندي خيار مخلل، عندي فلفل مخلل، عندي الحاجات دي كلها. انا بدهن الصوص كده دهنة خفيفة بالشكل ده، بدهن الساندوتش من فوق ومن تحت. وده على العلم بقى برضو عيش صيامي، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. بحط كابوتشا، وبحط بعد كده الستريبس بتاعي اللي انا عملته، وبعد كده بحط شرايح الطماطم او العكس لو على حسب ما انا احب، وممكن شرايح بصل كمان معايا، وممكن بصل مخلل وخيار مخلل والحاجات دي كلها، رصها بالشكل ده. وكمان احط بقى في العيش من الناحية التانية، وبكون كده معايا ألذ ساندويتش. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس على كلمة الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا من كل قلبي للناس اللي بتدعمني بانتسابها في قناتي. اتمنى توصوا دعمكم وانتسابكم في القناة. تحياتي ليكم بألف هنا وشفا، اشوفكم دايما يا رب على خير قريب.